اهلا بكم يا حبايبي وطلاب الصف الاول الاعدادي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مع بعضينا يا اولاد الحصه الثانيه مع بعضينا هنتكلم فيها عن مستويات الطاقه. اا آه مستويات الطاقه دي آه اللي بتوضح ال آه الاماكن اللي بتلف فيها الالكترونز اللي هي الالكترونات التي تحمل شحنه ايه؟ سالب. في سبع مستويات طاقه كي ال ام ان او بي كيو سبعه بس يهمنا اول اربع مستويات عشان من خلال الاربعه نحدد عدد الالكترونات اللي بتشبه بيها اول اربع مستويات فقط. فهنا في البدايه بقول ايه؟ تدور الالكترونات كل حسب طاقته حول نواه في ايه؟ في سبع آه مستويات. ركزوا كده معايا يبقى الالكترونات بتدور في سبع مستويات رئيسية للطاقة بيسموها مين؟ انرجي ليفل يرمز لها برمز ايه؟ ام يعني مثلا المدار الأولاني ك. رقم واحد ال رقم اتنين ام رقم تلاتة ان رقم اربعة لو قلنا كي ال ام ان او يبقى خمسة بي ستة كيو سبعة وهكذا يبقى كام مستوى؟ سبع مستويات كل مستوى ليه رمز معين يتكون كل مستوى طاقة رئيسي المستويات دي من عدد من المستويات يعني ده مستوى رئيسي في مدارات تانية بيسموها مدارات فرعية أو مستوى الطاقة فرعية تدور فيها الإلكترونات بأشكال إيه مختلفة والكلام ده هناخده بالتفصيل لما أروح ثانوي اسمها الأوربيتالات الفرعية أو المدارات الفرعية كل مستوى طاقة من المستويات الأربعة الأولى يتشبع بعدد محدد من الإلكترونات يعني المدار الأولاني يتشبع بعدد معين اثنين والتاني تمانية التالت يتشبع ب 18 والرابع بيتشبع بكام؟ 32 طب جت ازاي؟ قال لك اكتشف علاقة جميلة بتحدد عدد الالكترونات هذه العلاقة اسمها 2 n باور 2 اللي هي دي 2 ده رقم ثابت ان ده رقم المدار شايف كي رقم واحد فعايز اطبق القاعدة دي على المدار كي يبقى 2 في كي اهو رقم واحد يبقى 2 في واحد باور 2 واحد باور 2 اللي هو 1 في واحد بواحد في 2 ب 2. 2 اي اللي 2 الكترون. يبقى المدار كي بيتشابه باتنين. طب ال اللي ده رقم كام؟ ارجع كده. الا رقم 2. الا رقم 2. يبقى 2 في 2 باور 2. 2 في 2 ب 4 في 2 ب 8. طب اما رقمه كام؟ أهو اما رقمه 3. كي ال ام 3. نطبق القاعده. 2 ان باور 2 يبقى 2 في ان اللي هي 3. رقم المدار 3 3 باور 2 3 في 3 ب 9 يبقى 2 في 9 ب 18 نفس الكلام هنلاقي دي كام؟ 32 الكترون يبقى دي عدد الالكترونات اللي لازم يتشبع اول اربعه طب ينفع نطبق القاعده دي على المدار الخمس والسادس والسابع؟ قال لك لا ليه؟ لان الذره بتبقى انستيبل او غير مستقر الكلام ده هناخده بعدين فاهمين يا اولاد؟ اوكي نطلع كده لفوق يلاحظ ان طاقه الالكترون تزداد كلما ابتعد مستوى الطاقة الذي يدور فيه عن النواة. أنا أنا عندي مثلا كي ال ام ان طاقة المستوى بتزداد كلما ما بعيد عن النواة. فاهمين؟ مثلا ركز كده معايا هنتخيل أنا هنتخيل أنا الآن إن دي كده النواة. ده المستوى الأول. المستوى التاني. المستوى التالت. المستوى الرابع. كل ما نبعد كل ما مستوى طاقة المستوى تزيد وطاقة الإلكترونات اللي فيه تزيد. يبقى هنا طاقة الإلكترونز أو الإلكترون تزداد كلما ابتعد مستوى الطاقة عن النواة. يعني مثلا ده ك ال ام ان ان أكبر من ده. أكبر كي ال ام ان ان أكبر من ام ام أكبر من ال اللي أكبر من كي وهكذا. فاهمين يا ولاد؟ الفرق في الطاقه بين كل مستوى طاقه والمستوى اللي يليه يقل بالابتعاد عن النواه يمكن هنا مش مرسومه كويس يعني انا انا رسمتها بسرعه بس تخيل ان ده المستوى الاولاني والمستوى الثاني شايف الفرق ده كبير المستوى الاولاني والثاني الفرق بينهم اكبر من المستوى الثاني والثالث والمستوى الفرق بين المستوى الثاني والثالث اكبر من المستوى الفرق بين المستوى الثالث والرابع وهكذا فاهمين يا اولاد يبقى هنا آه يقل اسف الفرق في الطاقة بين المستوى ال إيه والمستوى ام إيه اقل مما بين المستوى ك والمستوى إل إيه. فاهمين يا أولاد يبقى انا كل ما ببعد كده كل ما الفرق في المستوى بيقل اوكي؟ نشوف مع بعضينا السؤال ده ايهما يكون اكبر؟ مقدار الفرق بين المستويين احنا اتفقنا مثلا حسناً يعني ده ك طبعا انا رسمت سرعة فرسمة مش مظبوطة K الحقيقة كي ال اما وده ان اوكي كي ال اما ان ايهما يكون اكبر مقدار الفرق بين طاقة المستوى ام إلّ. ال ام ال ام الذي بين المستويين ام و ان طبعا هتبقى الفرق ايه؟ ال و ام أكبر من ام و ام لأن زي ما قلت لكم من شوية يقل الفرق في الطاقة بين كل مستوى والمستوى الذي يليه يقل بالابتعاد عن النواة، الفرق ده بيقل كل ما ابتعدنا عن النواة، فبالتالي الفرق بين طاقة المستويين ام و ال هيكون أكبر من الفرق بين المستويين m يعني و n لأنه بيقول لك بيقل بالابتعاد عن النواة. يبقى الفرق بين بين المستويين دول أكبر من الفرق بين المستويين. خلاص؟ أوكي. هنا الإجابة: الفرق في الطاقة بين كل مستوى الذي يقل بالابتعاد عن النواة. إذن مقدار الفرق في الطاقة بين m, m و ال زي ما اتفقنا m و L أكبر من ال خلاص يا أوكي. اللي بعده يا محترمين نمسح دي بقى عشان خلاص مش هتفيدنا سواني واحده اوكي قواعد توزيع الالكترونات في مستويات الطاقه في قواعد بتفيدنا في توزيع الالكترونات بيقول لك يملا مستوى الطاقه الاول بالالكترونات ويتتابع من مستوى الطاقه الاعلى يعني ما ينفعش تحط الالكترونات في المدار الثاني وبعد كده تروح مال المدار الاولاني لا احنا يعني بنملى الاولاني وبعد كده الالكترونات اللي بتفضل تروح في الثاني الالكترونات اللي بتفضل تروح في الثالث. بيقول لك مستوى الطاقه الاخير في اي ذره لا يحمل اكثر من 8 الكترونات عشان تبقى الذره مستقره يعني مثلا مثلا آه المدار ذره الصوديوم دي مثلا الالكترونات اللي فيها 11 الكترون المدار الاولاني يشيل 2 ادي 1 2 المدار الثاني يشيل 8 2 4 6 8 يبقى 2 و8 كام 10 يفضل كام يفضل 1 فاهمين يا اولاد يفضل ايه يفضل 1 يبقى 2 8 1 يبقى المدار الاولاني شبعوا الاول بالالكترونات والمدار التاني واللي يفيض في الاخر في المدار التاني. يبقى يملأ مستوى الطاقه الاول بالالكترونات ويتتابع ملء مستوى الطاقه الاعلى. حسب عدد الالكترونات في كل ذره. وبعد مستوى الطاقه الاخير في اي ذره لا يحمل اكثر من 8 دي قاعده. باستثناء المستوى الكي الذي طبعا المستوى الكي ما بيشيلش الاتنين اصلا. اوكي؟ وفيما يلي نشوف مع بعض. فيما يلي اه. فيما يلي توضيح لكيفية توزيع الإلكترون في مستوى الطاقة. يتم شغل المستوكين إلكترون واحد أو إلكترون إلكترونين، يعني الهيدروجين كده كده ما فيهوش إلكترون واحد، يبقى في واحد، الهيليوم فيه إلكترون، يبقى يتشالوا الإلكترونين دول في المدار إيه؟ في المدار الاولاني مع المدار الاولاني بيتشبع باثنين يشيل اثنين بس ما يشيلش ثلاثه لكن ممكن يشيل واحد يعني يشيل اقل من الالكترونات اللي بيتشبع بيها لكن ما يشيلش اكتر يعني المدار الثاني بيتشبع بثمانيه ممكن يشيل ثمانيه اه يشيل تسعه لا لكن يشيل سبعه يشيل سته يشيل خمسه فاهمين؟ يتم شغل المستوى شغل المستوى ال بالالكترون وحتى ثمانيه اهو زي مثلا ذره الليثيوم على الذره او على الالكترونات نفهم يعني عايز زر بعد كده اللي هو الالكترونات اثنين واحد ليه؟ لان هو اصلا زاره الليثيم فيها ثلاثه، المدار الاولاني يشيل اثنين، الثاني واحد. طب البريليوم فيها اربعه يبقى اتنين. اثنين. طب ده البورون خمسه يبقى اتنين تلاتة هنا بقى الكربون اتنين اربعه. المدار الاولاني يشيل اثنين والثاني يشيل اربعه. النيتروجين فيه سبع الكترونات، المدار الاولاني يشيل اثنين تفضل خمسة مثلا الأكسجين أو يشيل في 8 إلكترونات المدار الأولاني اثنين المدار الثاني ستة هنا مثلا فلورين اللي هو الفلور اتنين سبعة المدار الأول يشيل اثنين المدار الثاني يشيل سبعة النيون عايز ذر عشرة اللي هي على الإلكترونات يعني عايز اللي هو على الإلكترونات ب10 يبقى اثنين يتبقى ثمانية في المدارين يعني. التين. بعد ملء المستوى الطاقه ال بعدد 8 بعد ما يتملى ب 8 اوكي بعد ما يتملى ب 8 الكترون يتم الانتقال الى مستوى الطاقه التالي يبدا بقى ايه يتم شغل المستوى ام بالالكترون لحد ما اوصل ل 8 يعني مثلا الصوديوم 11 يبقى 2 8 1 ده المغنيسيوم ده الالومنيوم الاولاني يشيل 2 الثاني يشيل 8 الثالث يشيل 3 عشان 13 ده السيليكون 14 ده الفوسفورس او الفوسفور ده الكبريت بيسموه السلفر بالانجليزي 2 8 6 الكلور عايز ذر 17 او فيه 17 الكترون يبقى فيه 2 المدار الثاني 8 تبقى 7 الارجون 18 2 8 8 يبقى 2 و8 و8 اوكي اللي بعده تطبيق التوزيع الالكتروني عايزين نوزع ذره البوتاسيوم البوتاسيوم فيها 19 الكترون بيسموا ال 19 الكترون ده العدد الذري او الاتوميك نمبر العدد الذري 19 اللي هو عدد الالكترونات عايزين نوزع ال 19 المدار الاولاني كي هيشيل اثنين اسف اسف بعتذر هو رمزه كي المدار الاولاني ده رمز العنصر كي المدار الاولاني كي يشيل اثنين طب والتاني 8 طب والتالت ما يشيلش اكتر من 8 فانشيله 8 الرابع اتفضل 1 يبقى في الاخر تبقى 2 8 8 1 ده ده الكلام باختصار يتم شغله بصوره طبعا ومش هقول لك اشرح الكلام ده بالتفصيل انت تعرف المدار الاولاني بيشيل 2 الثاني 8 الثالث 8, 8 يتبقى 1 عشان 2 و8 و8 18 يتبقى 1 لان في 19 الكترون خد بالك التوزيع الالكتروني لذره المغنيسيوم المغنيسيوم 12 ده يقول لك ده خطا ليه ينفع المدار الاولاني فيه 2 صح طب المدار الثاني 2 2 1 3 3 و 2 5 5 و 2 7 ينفع نحط 2 و 7 يبقى 9 فاضل 3 2 1 ده غلط اه عملها غلط اه ليه؟ المدار الاول بيشيل اثنين الثاني يشيل ثمانيه وفي الاخر ايه؟ الباقي يتوزع في المدار الثالث ده الصحيح اوكي؟ يبقى ده 12 يبقى 2 ثمانية اثنين. اوكي؟ يعني انت سوري انا اسف متألفش ما تحطش بمزاجك ده قواعد لازم تمشي عليها المدار الاول يتشبع باثنين، المدار الثاني يتشبع بثمانية يبقى 2 و 8 10 يتبقى 2 اوكي العلاقه بين اعداد الجسيمات دون الذريه خلي بالك بقى الجسيمات دون الذريه اللي هي الالكترونات البروتونات النيترونات سموها اجسام جسيمات دون الذريه لانها كتلتها اقل من كتله الذره. العلاقه بينهم خلي بالك معايا العنصر الكربون عدد البروتونات فيه سته النيترونات سته الالكترونات سته مجموع البروتونات والنيترونات 12 خلي بالك عشان احنا هنستنتج حاجه البرون عدد بروتونات خمسه النيترونات سته الالكترونات خمسه مش ملاحظ حاجه؟ طب البريليوم عدد البروتونات خمسه النيترونات خمسه الالكترونات خمسه هقول لك على حاجه لذيذه وظريفه يا محترم خلي بالك كده يا مصر. عدد البروتون سته الالكترون سته عدد البروتون س... البرو... ال... البروتونات في البرون خمسه الالكترون خمسه الله عدد البروتونات أربعة عدد الإلكترونات أربعة دي قاعدة بقى شاملة عدد البروتونات في الإسم تلاتة عدد الإلكترونات تلاتة يبقى أنا استنتج حاجة جميلة ولذيذة إن عدد البروتونات لابد أن يساوي عدد الإلكترونات عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات ومجموع البروتونات والنيوترونات يديني حاجة اسمها العدد الكتلي اللي هي مجموع البروتونات والنيترونات كله بقى بالشكل ده الهيدروجين فيه بروتون واحد ما فيهوش نيترون هو ربنا خلقه كده والالكترون واحد ليه؟ لان البروتون لازم يساوي الالكترون طب بقى العدد الكتلي مجموع البروتون والنيترون واحد والزيرو يبقى واحد فاهمين يا محترمين؟ ها قال لك يتضح خلي بالك بقى لازم ده لازم نمسح ده معلش علشان لو رفعنا الصوره أه. نرفع كده يتضح من البيانات البروتونات الموجبه لازم تساوي الالكترونات السالبه عشان كده اقول لك الذره متعادله يعني الذره ايه بقى الذره لا هي موجبه ولا هي سالبه لان البروتونات اللي جوه النواه الموجبه بتساوي الالكترونات اللي بره السالبه اللي بتدور حوالين النواه يبقى مجموع البروتونات الموجبه داخل النواه يساوي مجموع الالكترونات السالبه خارج النواه اللي هي التي تدور حوالين النواه في مساقط الطاقه طالما الموجب قد السالب تبقى الذره كلها متعادله يبقى ممكن اقول لك اذكر السبب الذره متعادله كهربائيا لان عدد البروتونات الموجبه يساوي عدد الالكترونات السالبه خلي بالك هي محترم العدد الذري برمز له بالرمز الذاتي هو عدد البروتونات او عدد الالكترونات الله بس مش مذكوره هنا يا مصر عدد البروتونات الموجبه بس ما البروتونات بتساوي الالكترونات فاحنا ممكن نضيف نقول له عدد البروتونات الموجبه او عدد الالكترونات السالبه ويكتب العدد الذري اسفل يسار رمز العنصر يعني مثلا ده ايه؟ سوري انا اسف ها واحد يبقى ده الواحد مين؟ العدد الذري طب والعدد الكتلي؟ احنا اتفقنا ان العدد الكتلي اللي هو مجموع البروتونات والنيترونات ولو طرحت البروتونات ناقص النيترو... العدد الكتلي يديني النيترونات ازاي بص معايا عدد النيترونات بيقول لك طبعا قلنا العدد الذري مجموع البروتونات داخل النواه هنا بيقول لك عدد النيترونات غالبا بيساوي عدد البروتونات او احيانا اكبر منه يعني انت لو طلعت لفوق تلاقي النيترون يساوي البروتون نيترون اكبر من البروتون النيترون أكبر من البروتون، النيترون أكبر من البروتون، النيترون يساوي البروتون. طبعًا باستثناء دي لأن دي ما فيهاش نيترونات. يبقى هنا الملاحظة دي جميلة، إن عدد النيترونات يساوي البروتونات أو عدد النيترونات أكبر من عدد البروتونات، عدد عدا ذرة الهيدروجين، لأن ذرة الهيدروجين ما أصلًا نيترونات. أوكي فاهميني ولا العدد الكتلي مجموع عدد البروتونات والنيوترونات المكونة لنواة الذرة، يعني الذرة النواة فيها بروتونز ونيوترونز، مجموع الاتنين اسمهم العدد الكتلي، وبيتكتب اعلى يسار رمز العنصر. خلاص؟ يعني انا هديك مثال. طب نشوف الم... نشوف الكلام ده، ده الذت ده اللي هو العدد الذري. الايه اللي هو العدد الكتلي. وده كده رمز العنصر. ده كده عدد البروتونات والنيترونات، ده عدد البروتونات بس اللي هي بتساوي عدد الالكترونات، بس ركز بقى معايا. مش العدد الكتلي مجموع البروتونات والنيترونات؟ اه، والعدد الذري البروتونات بس؟ اه، لو طرحت الاثنين من بعض يدينا عدد النيترونات. فلو طلب من حضرتك او حضرتك عدد النيترونز، نمبر اوف نيترونز، نطرح نقول له العدد الكتلي ناقص العدد الذري. اوكي؟ قيم فهمك يا دكتور يا دكتور تحتوي نواة ذرة الكلور على 17 بروتون 18 نيترون اكتب في الاطار المقابل رمز ذرة الكلور متضمنة العائل الذري اي زد طيب هي محلولة؟ لا مش محلولة نحلها احنا مع بعض بس هيبقى الخط غريب شوية ما فيش مشكلة بص رمز ذرة الكلور سي ال صح؟ حرف الأول كابتل اسمه تحتوي نوازل الكلور على 17 بروتون طب ما 17 بروتون هو هو العدد الذري ما هو العدد الذري هو مجموع البروتون يبقى هنا كده وبيتكتب أسفل يسار رمز العنصر يبقى نكتب هنا كده 17 صح؟ طب العدد الكتل بتكتب أعلى اليسار طب العدد الكتل عبارة عن إيه؟ مجموع البروتونات والنيترونات الاثنين اوكي يبقى انا دلوقتي بكتب رمز ذرة الكلور متضمنه اي وزات اي وزات اللي هو العدد الكتل والعدد الذري تحت بيتكتب العدد الذري فوق بيتكتب العدد الكتل مجموع الاثنين 17 و18 يا محترمين اللي هي خمسة و 30 اوكي فاهمين يا ولاد العدد الذري عشر، 17 العدد خمسة 35 البروتونات ده نفس الكلام اللي احنا قلناه اوكي طيب أه نص دي كده عشان ايه بتنزل معانا واحنا بنشرح بص بقى يا ولاد علل كلام مكرر بيعمل حاجه اسمها فيدباك يعني بيراجع بشكل غير مباشر عشان انت تفهم اكتر الذره متعادله كهربائيا لتساوي عدد الالكترونات السالبه التي تدور حول النواه مع عدد البروتونات الموجبه ممكن نقول له لان عدد البروتونات الموجبه يساوي عدد الالكترونات السالبه علم العدد الكتلي اكبر من العدد الذري طبعا لان العدد الكتلي مجموع البروتونات والنيترونات اما العدد الذري مجموع البروتونات بس يبقى لان العدد الكتلي يساوي مجموع عدد البروتونات والنيترونات بينما العدد الذري مجموع البروتونات فقط اوكي طيب يلا قربنا نخلص اتمنى يعني يعني ممكن نكتفي كده لحد النظار دي نخليها الفيديو القادم عشان وقت حضراتكم آه كيفية تحديد عدد الذر العنصر بمعلومية التوزيع الإلكتروني؟ طبعا احنا اتفقنا عدد الذري ده مجموع البروتونات او الالكترونات فاحنا لو وزعنا التوزيع الالكتروني نجمع البروتونات يدينا العدد الذري يبقى عدد الذر مجموع عدد الالكترونات التي تدور في مستويات الطاقة يعني مثلا حساب العدد الذري العنصر تدور الكتروناته في ثلاث مستويات مستوى الطاقة الخارجي له يحتوي على ثلاثة الاسئلة دي بتيجي جدا وفيها ذكاء عايز العادة الذري العنصر تدور الكتروناته في ثلاث مستويات. ثلاث مستويات اللي هو K, L, M مستوى الطاقه الخارجي يحتوي على ثلاثه. يبقى اهو مستوى الطاقه الخارجي يحتوي على ثلاثه. واحد اثنين ثلاثه. طب ما الاولاني بيتشبع باثنين احط فيه اثنين والثاني بيتشبع بثمانيه. ما احنا قلنا في قواعد توزيع الالكترونات لازم المدار الاولاني يشيل الالكترونات قبل المدار الثاني. في الاخر المدار الاخير يبقى الاولاني بيشيل اتنين التاني يشيل تمانية التالت هو رقم الراجل قال لي يحتوي على تلاتة يبقى اتنين تمانية تلاتة يبقى العدد زائد تلتاشر اتنين وتمانية وتلاتة تلتاشر فاهمين؟ اوكي ذرة عنصر تحتوي سؤال وجواب ذرة عنصر تحتوي نواته على تسعة وتلاتين نيوكلون خلي بالك تسعة وتلاتين نيوكلون اللي هي مجموع البروتونات والنيترونات أوكي. تدور الكتروناتها في اربع مستويات للطاقه مستوى الطاقه الخارجي يحتوي على الكترون واحد احسب العدد الذري احسب عدد النيترونات في نواة الذرة اوكي طيب طبعا احنا اتفقنا إن في أربع مستويات. مستوى الطاقة الخارجي فيه كام؟ في إلكترون. طب الأولاني بيشيل اتنين، والتاني تمانية، والتالت تمانية، يبقى اتنين وتمانية عشرة، وتمانية تمنتاشر، يتفضل واحد. جه منين الواحد، هو الراجل اللي قال كده، مستوى الطاقة الخارجي يحتوي على إلكترون. في كام مستوى؟ أربعة، يبقى ارسم كي ال ام ان، آخر واحد، الراجل قال فيه كام؟ ها آه في واحد طب ما الاولاني بيشيل اثنين ثمانية ثمانية ما فيش مقدار هيشيل اكثر من ثمانية يبقى اثنين وثمانية وثمانية 18 وعاد 19 يبقى كده العدد الذري 19 طيب عايز عدد النيترونات 39 نيوكلون اللي هو 39 مجموع البروتون والنيوترون طب ما طلع العدد الذري 19 اللي هي عدد الالكترونات طب ما عدد الالكترونات هي هي البروتونات الاثنين قد بعض طب يبقى هنا العدد الذري ده 19 اللي هي مجموع البروتونات او الالكترونات طب مجموع البروتونات والنيترونات اللي هي العدد الكلي 39 يبقى ده بروتونات ونيترونات ودي بروتونات بس اطرح الاثنين اديني النيترونات يبقى 39 ناقص 19 هتساوي 20 يبقى عدد النيترونات بيساوي عدد النيوكلونات عدد النيوكلونات اللي هي العدد الكتلي اللي هي مجموع البروتونات والنيترونات ناقص العدد الذري طب العدد الذري عرفته منين؟ من اه من مجموعه عدد الالكترونات هتقولي لا ده العدد الذري يا مستر مجموع البروتونات اللي جوه لا اقول لك لا مجموع البروتونات او الالكترونات لان الاثنين قد بعض خلاص اخر سؤال واقول لكم باي باي عشان شكلكم زيتو بس اتمنى تكونوا فاهمين اكمل الجدول رمز العنصر سي 6 12 العدد الكتلي على اليسار يبقى ده 12 بكتب هنا 12 العدد الذري ستة عدد البروتونات ستة هو اللي تحت ده اسميه عدد البروتونات او الالكترونات او العدد الذري اللي فوق مجموع البروتونات والنيترونات او العدد الكتلي طيب عدد الالكترونات برضه ستة لان الاثنين بيساوي بعض عدد النيترونات نطرح العدد الكتلي ماينص العدد الذري 12 ناقص 6 يبقى هنا برضه ستة, ستة. طب هنا العدد الكتلي ها قول برافو ثلاثة 23 العدد الذري ها 11 دي رجوع. عدد البروتونات هو هو العدد الزر 11 نكتب كمان 11. عدد الالكترونات الاثنين بيساوي بعض 11. عدد النيوترونات نطرح الاثنين. 23 ناقص 11 نكتب هنا 23 ناقص 11 هيساوي 12. هنا الكالسيوم العدد الكتل 40 العدد الذري اللي تحت 20. عدد البروتونات برضه هو هو 20. عدد الالكترونات بيساوي بعض البروتونات والالكترون هنا هنا نكتب 20. عدد النيترونات يبقى 40 ناقص 20 هتساوي 20 اوكي اتمنى تكونوا فهمتوا واستفدتوا ربنا معاكم ربنا يوفقكم والفيديو القادم نشرح النظار ونخلص على درس كله ان شاء الله الأسئلة اللي عليه ربنا معاكم ربنا يوفقكم يا احلى طلبه طلبات والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله